السلام عليكم، يعقوب عبد الناصر متقاعد. شاءت الظروف باش نجي لهذ المرحله نسكن مع هاد الناس. نسكن مع هاد الناس. يعقوب عبد الناصر رئيس جمعيه تيكرورين من اجل تحسين الاوضاع الاجتماعيه لهاد الناس، وخصوصا باش ندافعوا على حصولهم على الماء الشرب والكهرباء. هادي المطلب الاساسي اللي عندنا، ما حنا ما كنطلبوش شي حاجه. فعلا نحن جينا هنا كعشوائيين، ولا ما جينا لا قرويين لا عشوائيين، وبالتالي ما عرفناش موقعنا من الاعراب. فين ما تمشي كيقول لك انتم ما عندكمش حق لانكم غير قانونيين، ولكن حنا كنطلبوا من الناحيه الانسانيه لهاد الساكنه اللي زعما كتشوفوهم امامكم راهم محرومين من هاد المادتين الماء والكهرباء، اللي هما اصبحوا ضروريين ماشي كماليات. لان هما الاولاد الصغار خاصهم يقراو. خاص هاد البنت مثلا اللي قدامكم كتمشي تسقي على حساب الوقت ديالها اللي كتخصو للدراسه. عندنا احنا هاد الناس تقريبا نسكنوا هنا من جيت ربما 7 أو 8 سنوات هما ينتظروا جماعات باش زعما يحسنوا شي وضعيه. كيقول لك بلي زعما احنا معاكم ولكن ما عندناش شي ميزانيه مخصصه لكم. كاين واحد الكهرباء قرويه تجي شي ميزانيه ديالها في واحد الوقت من الاوقات، وحنا كننتظروا هاد الوعود. وبعض الاحيان كيقول لك انتظروا حتى يدخلكم في التهيئه، من يوسعوا التهيئه يمكن تستافدوا. وحنا حنا ننتظروا واش الجامعه واش التهيئه، ما عرفناش غادي نديروا حنا. شحال عندكم هنايا مساكن؟ شحال هنا؟ تقريبا شي 25 دار اللي ساكن فعليا، بلا اللي راهم مجددين زعما ما دابوا لك يدخل الماء ويبنيو. مع هاد الازمه ديال اللي كاينه هكذا، ما كاين اللي ما عندوش، كاين اللي مشكل ما عرفناش كيفاش نديرو. بالنسبه لكم دابا ملي راكم تجيبونا بعض المحسنين، بعض الديبويات كيعطيو لنا شي خطرات، بعض المرات كيعطيو لنا هكذا، شي مرات كيزعفوا لان داك الشيء بزاف عليهم. الله يحسن عونهم، حتى هما راكم يخلصوا واجبات الماء وواجبات الكهرباء. وحنا ما كان شي خطرات كنمشيو لبعض الاماكن بعيده علينا، مثلا 2 أو 3 كيلومتر واحد الكونكاسور منا كنسقيو بالدواء. راكم شفتوا الشيء اللي كاين. يعني المحسن عندك شي واحد اللي كيعطيكم الباب؟ هذاك كيقول واحد 2 ديبويات ليه كيتناوبوا كل مره، كيعطي لنا شي واحد باش كنسقي واحد فتره معينه من ديهم نصف النهار هكذا. ربما دي واحد حمل من حمل يهزو الدابه 60 لتر او 70 لتر تقريبا. وبعض الاحيان ما كيعجبهمش ذاك المنظر، من كيكثروا عليهم الغاشي هكذا كيطلع لهم ذاك الشيء في راسه وكيقول لهم يحبسوا. هذا هي المشكل، معاناه. المشكل بقات على هذا، شكون اللي كيسقي هذا الوقت؟ هاد الاطفال اللي كيمشيو يسقيو هما اللي كيضيع الوقت ديالهم، لان خاصهم يقراو. وبالنسبه للضعف الثاني خص الثلاث هاد الصغار باش يراجعوا، باش هادشي اللي كاين. الضو هنا كاين اللي كيشعل الشمع، كاين اللي عنده لامبات تاع بوطاكاز، كاين اللي داير بعض الطاقه الشمسيه. ولكن الطاقه الشمسيه زعما كتحل واحد المشكل، ولكن ما كتشغلش الالات بحال لي زاكسيسوار الكتريك بحال الثلاجه بحال التلفزيون بحال. المهم هاد المسائل محرومين منهم. تسمى الانسان كيضوي على راسه واحد الفتره معينه. دابا انت كرئيس الجمعيه شنو المطالب اللي احنا المطالب ديالنا راه سهله وبسيطه. هي اولا واحد الحصول على الماء الشرب ماذا بينا في كل دار، ولكن حتى لا ممكن بعد على الاقل واحد جوج الحنفيه ولا ثلاثه تاع الحنفيات. الحنفيات على الاقل بعد يوزعوهم كل مجموعه سكانية يدير قدامها حنفيه. وبالنسبه للكهرباء ماذا بينا لو كان يدخلوا لنا واخا في اي اطار، عالم القروي، كهرباء العالم القروي اللي كيقولوا راه 96% راه باقي 1%، ولا يشوفوا يديروا لنا شي ثمن مناسب اللي بغى يربط هكذا، شي ثمن تاع كنقولوا تاع الدعم ولا تاع الناس الفقراء. الناس مستعدين لو كان يلقاو هنا. درنا محاولات قال لك خصكم لا تخلصوا البوتويات وتخلصوا، ولكن الناس الفقراء ما يقدرش يخلصوا. بوتو واحد كيسوى مليون ولا شي حاجه، مع الخير كتلقى ميزانيه ليس في امكان كل الناس يديروها. هذه اسمها ديال المشكله تبع العالم القروي تاع فزوان. احنا هاوك هذاك الخط بيناتنا ليه
هذاك عالم حضاري وهذا قروي. هاي تفوت على هذيك 31. اذا حنا مين غادي يجيو؟ غادي يقول لك انتم واش عالم قروي؟ كيقول لكم راكم بني دايرين اوتيسم عشوائيه، اذا ما تسالوش. الاخرين تاع الحضاري كيقول لكم مازال ما دخلتوش في التهيئه. حنا ما عرفناش الوضعيه ديالنا جات غامضه شويه. شحال من سنه وانتم هذا تقريبا رحنا في العام الثامن تقريبا. هكذا تقريبا هذا هو العام الثامن. كان بداو شويه شويه كل مره كان هذا الفلاج جاي يكبر، كان غادي يكبر يولي قداش، ولكن من ما كانش الماء والكهرباء بزاف الناس ما قدوش يجيو يبنيو على حسب هذا الماء والكهرباء. شنو الرساله تاعك اللي كتوجهها عبر قناه شوف المسؤولين؟ انا كنطلب للمسؤولين وعندهم زمام الامور يعني يشوفوا من حالنا ويحاولوا يدخلونا في شي برنامج من البرامج اما قانونيا اما انسانيا. المهم احنا ما رحناش ضد شي واحد ولا احنا كنطالبوا بواحد الحاجه اللي ولات ضروريه ماشي كماليه، واحد الماء الشروب صالح للشرب وواحد الكهرباء هكذا ولا شنو. ممكن 23 راه كان داري بالماء شي بغا يكون شي واحد اللي ما عندوش الماء ولا بالنسبه لهذا واحد ما سمعنا هذا كيقول لك زعما 23 راه كاين برامج باللي تولي صفر 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 الناس اللي محرومين من الكهرباء، لان احنا دائما كنسمعوا في الاخبار كيقول لك كاين تقريبا 92 ولا 93% من العالم القاروي راه مكهرب. احنا مادام رحنا ننتموا للعالم القاروي ربما كنسالوا في هذا البرنامج شويه، ماذا بيه لو كندخلونا في هذا البرنامج. هما كيقول لك كاين واحد الميزانيه ولكن ما في المسائل الاداريه راه مبلوكيها، شكون مصادقه الله اعلم ما عرفتش. انا ما عنديش شي درايه كيفاش كتسري الامور الاداريه، ولكن كيقول لك بلي راه كاين واحد الميزانيه تاع الكهرباء وكاين واحد الميزانيه تاع الماء، ومؤخرا داروا واحد الميزانيه ما فكي من دبروها ميزانيه واش كتدخل في اطار قيل الدعم لشي جمعيه من الجمعيات. قال لك راه كاين واحد 6 ملايين ولا شي حاجه باش يدير لنا واحد الحنفيه، ولكن قالوا لنا واحد الحنفيه فين غادي يديروها لهيه؟ بعيده على البرونشمون بواحد 100 متر، واش 100 متر نتاع التيو هي اللي غادي تخلص على 6 ملايين؟ حنا كنفطر نطلبوا منهم يجيو لنا واحد الحنفيه لهيه في الوسط باش يستافدوا كاع حد الدائره. فهمت؟ الماء هو كاين في هذا واحد 100 متر ليه وصل هذاك الفيلاج اللي حنا راه هذيك الديول المجموعه تاع السكني اللي هي واحد 50 متر ولا 80 متر كاين واحد القادوس يقدروا يبرونشيو منه. شنو الرساله اللي توجهها؟ اش الرساله؟ ايوا رساله بسيطه، حنا ما هي يزودونا بهاد النعمتين اللي راه مستافد بهم تقريبا 96% تاع السكان تاع المغرب. حنا نطمعوا كذلك في هذه النعمه ان شاء الله. ها هو هذا عرفنا بالاسم ديالك. البداوي احمد حي سيدي علي بن خفاس، راني ساكن. ودابا خويا راه حنا كنطلبوكم زعما ديروا معنا واحد المجهود على هاد الناس، راه عطاونا الماء ودرك كيقول لنا دبروا على رسانكم. هي داروا فينا في سبيل الله ما نخلصوا لا معاهم لا ضو ولا والو. كيقول لك بزاف علينا، واش 50 دار هنايا في هذا الحي وما عندهمش الماء؟ انا تبقاو تجيو كل يوم عندي هنايا راه كتنقام لي بزاف. السيد غير دار فينا بليزير. كاين زوج الناس، كاين يوسف ولد عدا وعبد الكريم حيدر اللي دايرين فينا بليزير هنا كنسقيو. راه قال لنا خص تدبروا على رسانكم بزاف عليا انايا، واش انا نبقى نخدم هنايا بزاف؟ كيجيو من المدينه ودرك هذا السيد دارها غير لينا هنا، وكيجيو لنا من المدينه عندهم الماء كيجيو واش ديروا معنا الدحس هنايا؟ درك حنا مقهورين لا بالدوله ولا اولادنا ما راهم لا قرايه لا والو. راك تشوف الحفاظه اليوم كيعطوا لهم غير في التليفونات وما عندناش يعني شي حاجه اللي باش غادي ولادنا باش يستافدوا. ما كان والو، كان هو دو جوج كولوميت باش تسرجي التليفون. كاين الناس اللي دار الطاقه الشمسيه كديباني. درك عندنا البرونشمون ديال الضو في الحي ديالنا وعندنا البرونشمون ديال الماء في الحي ديالنا. كاين زوج ديور اللي عندهم الضو هنايا، حنا ما عندناش. درك المشكله درنا الجمعيه، مشينا وهضرنا مع الرئيس ديال الجمعيه ديالنا ومشينا للرئيس ديال ميقين تاع فزوان. قال لك يا سيدي راه حنا تخلصنا وعطينا 13 غادي يجي يدخلوا لكم الماء اليوم غدا اليوم غدا، راهم ساكتين علينا. وكاع الرئيس الابراهيمي جا هنا قال لك يا سيدي راه حنا هضرت مع الاخر باش ان شاء الله باش يعطيوكم الماء، ما عطاونا والو ورحنا مقهورين والناس بغاو يقطعوا علينا الماء، راه ما عندنا فين نمشيو. درك المشكله راه كديروا معنا شي مجهود زعما الله يجازيكم بخير، راه حنا مقهورين بزاف على الحي هذا.
راه حنا 8 سنين وباقي لا ما لا ضو، وعندنا البرونشمون في الحي ديالنا وعندنا الضو في الحي ديالنا وما كان والو، ما عمروش تانا الحي كما هذا. كنت تمشي شي حي اخر تبقى حاير في الجبال عندهم الماء والضو، حنا في المدينه ما عندناش. كتشم تجيبها من المحل لهنايا كامل بنات فوضى، مع هذا النسيم اللي عنده الرخصه كيقول لك راكم بنيتو غير فوضى، ومين جايه من الفوضى؟ بين لي شي واحد اللي بنى هنايا بالتسريح جيبها من المحل دوار جابر كاملين بانيين فوضى. الله يجازيك بخير يا استاذ، هذا الشيء ما غادي نقول لك اخويا. ها وخصنا المسؤوليه نديروها للرئيس ديال الفزوان باش يوقفوا معنا، والسيد العامل ديالنا الله يجازيه بخير يوقف معنا يهضر مع هذا السيد الرئيس نتاع فزوان، قول له حل المشكل لهاد الناس هادو شحال من عام. سيدي يعطينا الماء بعدا، حنا عندنا البرونشمون، ها هي البرونشمون هاي السيد فين غادي يعطي الا ما يقومش الديور، يدير لنا السقاقي ولا يدير لنا كل واحد يقول الكونتور ديالو، يعني نسقيو يسيو الماء بعدا، راه عندنا البرونشمون في الدوار ديالنا، الا ما يحملناش يعني العقبه يسيو الا عطات لهاد الدار.